بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب سنة ثالثة حبايبي، بقى نعمل واجب يونت 3 بارت ايه؟ بارت 1، بيتكلم عن درس الفيوتشر. وطبعا يعني بعتذر لكم برضو تاني عن تأخير الحصة الأساسية بتاعت الايه وعدم نزول السناتر، بس انتوا عارفين ليه طبعا. أول جملة بيقول لي وي اول اور اكزامز باي نيكست ويك. أنا عايزك تسترشد وتبقى فاهم إن درس الفيوتشر درس متشابه، وعايزك يبقى في قمة تركيزك. يبقى باي نيكست ويك، يبقى ده مستقبل تام، اللي هو باي نيكست ويك، باي نيكست فرايداي، باي نيكست مانداي. هنا انت بترمي على المستقبل حاجه هيكتمل فيها وقوع الحدث. طبعا يبقى ويل هاف فينيشد، وطبعا دي جت في امتحان الازهر اهو، ويل هاف فينيشد. طبعا مش تبع ويل بي فينيشنج، لان ده هيبقى مستقبل مستمر، وي هاف فينيشد يبقى ده مضارع تام. ازاي وباي نيكست ويك هات فينيشد ده ماضي تام؟ طبعا اي 60 نيكست مانث، يبقى طبعا I will be على طول. الحقيقة الخاصة بالمستقبل خصوصا بالعمر يبقى will be على طول، مش I'm going to be ولا I am ولا will have been هكون اكتملت، لا. ده بيقول لك next month، يبقى الحاجة هتكون في المستقبل، يبقى عندي سن كذا، يبقى will اللي هي ايه لتستخدم للحقائق المستقبلية. We hope he the championship next year. احنا بنأمل، احنا قلنا hope يبقى ايه will زائد المصدر، يبقى he will win، ودي سهلة وما فيش فيها مشكلة. I can't meet you، انا مش هقدر اقابلك. احنا لو قلنا لو في عذر انا مش قادر اقابلك with you because، لاني all evening هكون بذاكر في هذا الوقت. طبعا مش هتبقى was revising، هكون كنت بذاكر في الماضي، ولا will revise لسه هبدأ، ده أنا هكون all the evening بأكد الاستمرارية، يبقى will be revising. I'm sure، أنا واثق. Reports doctors and nurses more and more in the future. أنا واثق إن الروبوتس، عندنا كلمة I'm sure و I think و I hope و I believe، كل ده will help، مش have helped ولا going to help ولا will be helped passive. I expect، أنا أتوقع. رامي a successful engineer one day، انا بتوقع انه يبقى مهندس ناجح ان شاء الله في المستقبل. يبقى ده تنبؤ غير قائم على ادله، يبقى will be. More people electric car in the future، therefore لذلك we will cut down pollution، هنكون قللنا التلوث. الناس كتيره في المستقبل هتستخدم او هتكون بتستخدم السيارات الكهربائيه، therefore قلنا دي معناها لذلك. We will cut down. Cut down يعني يقلل، خلي بالك استفيد من كلمات زي دي. Pollution اللي هو التلوث، هنقول أننا التلوث، يبقى will be using هيكونوا بيستخدموا ها العربيات اللي هي الكهربائية. I think we، I think، أعتقد، I hope، I believe. مش we are going to win the match، ما فيش دليل، ولا are winning مضارع مستمر ليه، ولا win، هي will win، أعتقد أن احنا هنكسب إن شاء الله. حسن has got full marks، خلي بالك حسن بيقول لك جاب درجات نهائيه، يبقى ده دليل مرئي اهو. يبقى I think he is a faculty he likes، هيلتحق بالكليه اللي هو ايه بيحبها، يبقى is going to join. قلنا الدليل لازم يبقى مرئي، هو حصل على درجات كويسه والمجموع ما شاء الله كبير، ان شاء الله زيك باذن الله وتنجح وتوصل لحلمك. Why do you think، who do you think، مش why do you think، who do you think is a final match. انا بسال عن اعتقاد مش is going to win. Who do you think will win، تعتقد مين اللي هيكسب؟ I to شرم الشيخ as planned كما خطط له. احنا قلنا كلمة plan و decide و intend انت مع going to، يبقى مش هتنفع will go ولا go طبعا ولا shall go، هي I'm going to go. I don't know how to log on the internet، انا ما اعرفش ادخل على الانترنت يا ريس. It's easy، I know، I don't worry، ما تقلقش، I will show you، هوريك، قرار سريع، don't worry، هوريك دلوقتي، يبقى ويل شو. بي كيرفول، خلي بالك، ذا باص اتس فيري نير، كون الاتوبيس قريب منك يبقى انا شايف الحاجه على وشك تحدث، مش هتبقى ازنت جوينج تو هيت يو، هقول له خلي بالك مش هيخبطك، ولا ويل هيت لان شايف الحاجه على وشك تحدث، يبقى از جوينج تو هيت. هتقول لي ليه اللي خلاك يا مستر تعرف ان حاجه على وشك تحدث؟ لان ويل برضه بتستخدم للتحذير، لو اتس فيري نير قريب منك يبقى انا شايف حاجه على وشك الحدوث، يبقى جوينج تو اللي تستخدم في هذه الاكسبريشنز. Will you the bus to school next week? Will you be take the bus ولا will you take؟ صيغة الاستفهام، يبقى will you take بعدها مصدر. Watch out، خلي بالك، you yourself you will have cut ولا are cutting،
ولا are going to cut yourself. Watch out. خلي بالك، يبقى الحاجة على وشك تحدث، يبقى are going to cut yourself. Watch out. Watch out. You are going to cut yourself. Take a coat to London next week. خد معاك معطف للندن. Because it cold. Take a coat to London next week. Because it's going to be. يبقى أنا عندي معرفة بده، لأني قريت حاجة، عرفت حاجة، مش هقول be ولا going to be ولا هي would be. هي مش would be أبدا، هي is going to be. I think it's this afternoon. أعتقد إنها هتمطر. أنا ما جبتش دلائل. لو قلت دليل مثلا look at those dark clouds يبقى it's going to rain، لكن ما فيش دليل، يبقى الإجابة will rain. Don't be late for the bus. ما تتأخرش. Because it wait for you. لأنه مش هيستناك. اوعى تتأخر، لأن الأتوبيس مش هيستناك. Won't wait for you. In the future، في المستقبل، I think we electric cars will drive, be driving, drive, are driving. Will drive. I'm sure أنا واثق this mountain soon. إن أنا هتسلق الجبل ده قريبا. I will be climbing. I'm going to climb. ولا will climb. البي لا تنطق. ولا I am climbing. فعش مضارع مستمر. أنا متأكد يبقى will climb. معروف I'm sure يبقى will. The branch. فرع الشجرة دي بيرتعش أو بيهتز shaking. يبقى ده دليل. يبقى it's going to fall. هيقع على دماغنا. They to build a new hospital in the city next year. يبقى ده مخطط له. يبقى are going to build. Are going مش they going. مفيش they going على طول، ولا they will to. مش حاجة اسمها they will to build ولا they will be built. هم اللي هيتبنوا. They will be to build كمان، حتى كمان مش هتبقى صيغة باسف حتى كمان. لا طبعا، they are going to build. Do you think people holidays in space one day؟ هل تعتقد الناس هتقضي الأجازة في الفضاء في المستقبل؟ ما ينفعش أقول will be having holidays in space one day. هي will have. هل تعتقد أن هم will have holidays in space one day? He's clever. كونه شاطر قلنا ده مش دليل. لازم الدليل يبقى دليل مرئي. I think he high marks يبقى will get. Tidy your room or I let you go to the club. رتب الأوضة يا إما مش هسمح لك تروح للنادي، يبقى won't. Look, this glass is cracked. شايف الإزازة دي أو شايف الكوباية دي cracked، مشققة وفيها تصدعات، يبقى ده دليل it is going to break، هتتكسر. Don't touch that dog. ما تلمسش الكلب ده. Don't touch this dog. It will bite you. هيعضك. Don't touch that dog. تحذير. Don't touch that dog. مش it will be bite you. مش it will be passive ده. لا. It will bite you. He is driving at breakneck speed. الواد ده بيسوق بسرعة مذهلة. كونه بيسوق بسرعة مذهلة ده دليل مرئي. يبقى he an accident. يبقى he is going to have an accident. Some scientists believe that. بعض العلماء بيعتقدوا that more people seaweed اللي هو العشب البحري ده in the future. هم بيعتقدوا ان احنا هناكل ده في المستقبل. ده تنبؤ مش are eating. لو are eating يبقى احنا بناكل دلوقتي. هم بيتنبؤوا believe بيعتقدوا will have eating. اذا من will have eating دي will be eaten. people will be eaten هيتاكلوا. لا will eat. The play at 7 every evening. المسرحية يبقى begins. دي ما جدول مواعيد ثابت يبقى begins. بلاش عفرطة بقى، كفاية الصوت اللي رايح حرام يعني. يبقى begins. We made all the arrangements. عملنا كل الترتيبات. أظن أنت عارف الarrangements ده يبقى مضارع مستمر اللي هو present continuous. فين الarrangements؟ مش are going to give ده مش arrangements، ده plan وكده. ولا give ولا will give. He are giving. Her wedding party held next Sunday. يبقى حفل الزفاف بتاعها. خلي بالك بقى هنا is being صح و is going to be قد تمشي صح، لكن مش will be held ولا will have. Will be يبقى ما فيش تخطيط. هي is going to be هي is being. الأقوى is being.
لأن المضارع المستمر هو اللي يستخدم للترتيبات الخاصة بالمقابلات الاجتماعية والترتيبات للحفلات. يبقى كانت is being held ستعقد، الجملة باسيف. يعني ما هم لك they are holding، هم هيقيموا حفلة. they are giving a party، the party is being given next Friday، ده الباسيف من زمن المضارع المستمر. am with are زائد being زائد تصريف ثالث. هي الجملة دي كانت they are holding، هيقيموا الحفلة next Sunday. يبقى الحفلة is being held، ستعقد. وقلنا المضارع المستمر هنا أقوى من is going to be held. by next October، بحلول اكتوبر اللي جاي. my father a bigger house، بابا باي وسنة في المستقبل. باي next Friday، باي next Monday، باي tomorrow، يبقى ده مستقبل تام مش will buy، ده مستقبل عادي. ولا would buy، يبقى will have bought، هيكون اشترى بيت اكبر مش had bought. our class، انا عايز اغير اللون ده اخليه لون احمر كده، مع اني راجل زملكاوي بس اللون الاحمر هنا يبقى بارز شوية. وهي لون احمر، مش شرط لون احمر يعني، ما فيش حتى اللون الاحمر هنا، فين الالوان؟ تمام، حتى اللون الاحمر مش عايز يجي يا جدعان، ايه القرف ده؟ Our class working in the laboratory all this afternoon، يبقى بيأكد على الاستمرارية. يبقى will be working ولا are going to؟ لا طبعا مش are going to ولا will working ازاي وبعدها ing على طول ولا be، لا our class be working is لا will be working، will be working this time next year، السنة الجاية في الوقت ده. I at university، will study، will be studied، هكون اتذاكرت، يا سلام هكون انا اتذاكرت، ولا will be studying ولا will have studied، هكون ذاكرت في الجامعة، لا في الوقت ده هكون بذاكر ان شاء الله، وتأكد على ده، يبقى will be studying، في هذا الوقت سأكون بذاكر مش will study، لا هكون بدرس في الوقت ده. when I have fixed، خلي بالك جاي بعد when اهو مضارع تام. when I have fixed my computer I use your research، قلنا ادوات الربط when و after before و till و until و by the time و once و the moment و the day، بيجي بعديهم present simple يا present perfect يا مضارع بسيط يا مضارع تام لو الحدث الثاني ايه صيغه مستقبل. يبقى when I have fixed my computer، لما اصلح الكمبيوتر، you with your research، يبقى هساعدك لسه في المستقبل مش will be helping، مش هكون بساعدك، لما اخلص هساعدك، وما فيش I going to، لو كان I am going to كانت صح. will have help، ده اكون ساعدتك مستقبل تام، لا هساعدك، يبقى لسه مجرد ما اصلح الكمبيوتر هساعدك will help. I have decided، أظن عارف أنت كلمة decide و decision والكلام ده و plan، أنت مع going to. that I here on Sunday، يبقى I'm going to meet her، أنا قررت أقابلها on Sunday، I'm going to meet her، لأن بيقول لي decided. I have decided that، أنا قررت. I'm going to meet her on Sunday. she to England next Monday، everything is arranged، كل شيء رتب، شاف مفاتيح الإجابات، كل شيء رتب، يبقى she is flying to England، مضارع مستمر يعبر عن الفيوتشر برضو. it's arranged مرتب. we to Alex this summer are going to، مضارع مستمر. perhaps ربما، شاف المفاتيح، I will see him، على طول من غير ما بص، ليه؟ لأن perhaps مع will. in three decades، خلال ثلاثة عقود، العقد العقد 10 سنوات، يبقى خلال 3 عقود، يبقى خلال 30 سنة، schools computers instead of teachers، هتكون استخدمت إيه؟ مش will have been used، هتكون استخدمت، the passive will use ولا is going to use ولا will be used. in 3 decades schools will use computers، هتستخدم الكمبيوترز بدل الايه مش is going to use. خلال 3 عقود هنكون بنستخدم will use مش will have been used. don't be late، ما تتأخرش. the bus at exactly 10 o'clock، يبقى ما تتأخرش. the bus leaves، ده جدول ميعاد ثابت. by 5 o'clock tonight، بحلول الساعة 5، يبقى by next Friday. by 6 o'clock tonight، by وتعبير في المستقبل، يبقى ده مستقبل تام، يبقى will have finished، will have finished. me a favor please، ما تعملش فيا جميل لو سمحت. will you do ولا are you doing ولا do you do ولا are going to do، طبعا لما بطلب مساعدة يبقى will you do، will you do، will you do.
will you do? The cup is on the edge of the table. الكوباية على حافة الترابيزة. ده دليل. يبقى it fall. وحاجة على وشك تحدث. يبقى it's going to fall. هتقع على دماغنا. By this time next week will. طبعا الجملة دي كانت جاية في امتحان نموذج التجربة. By this time next week will we have got our house painted. هنكون البيت بتاعنا اندهن ولا لا. وطبعا دي لها علاقة بالبوزيتيف. لسه في يونت كام؟ في يونت 6 هيتشرح بالتفصيل البوزيتيف اللي هو المبني للمجهول بطريقة معينة. شوف والله ما واخد بالي ان التاريخ مكتوب. قلت لكم جت في الايه؟ في نموذج التجربة. يبقى will ها by this time next week will we have got our house painted. بحلول الاسبوع اللي جاي ده هنكون حصلنا على بيتنا مدهون، يعني يكون اندهن واتعمل لنا. مش اقول our house be painted، لا، ولا we paint our house ولا be painting. هتعرف الطريقه ديت ان انا بجيب يا جيت يا هاف وبعدها الحاجه اللي هتتعمل وبعدها تصريف ثالث لما انا ما اعملش الحاجه دي وتتعمل لي بدون تدخل مني. within the next 100 years with the next 100 years خلال المئات سنه اللي جايين we a way to use water for fuel. هنكون وجدنا ها طريقة معينة لاستخدام المية للوقود. will have been found احنا اللي هنكون اتلاقينا، ولا will be found احنا اللي هنتلاقى، ولا are going to find احنا اللي هنجد، ولا will have found when we will have found هنكون لقينا طريقة بقى مستقبل تام. I am going out انا خارج بره. do you want to come with me why not I my jacket ليه لا هجيب الجاكيت بتاعي I will take. يبقى ده قرار سريع مش I'm going to take. هو بقول له أنا خارج بره تيجي معانا؟ ليه لا؟ هات الجاكيت. يبقى قرار سريع. What at the weekend I intend أنا بنوي to visit my friends in the village. يبقى أنا بسأله على نية. يبقى What did you do؟ ماذا فعلت في الماضي؟ What we will؟ ما ينفعش أقول What you will. What will you لو صح. What you are doing؟ لا هو بيقول intend أنا بنوي. يبقى What are you going to do؟ What are you going to do؟ هتعمل ايه؟ لان بقول intend انا بنوي. يبقى هو سأله عن نية intention. Farmers to the rainforests because they are cutting down more trees. هو بقول لك الفلاحين الغابات المطيرة والغابات الاستوائية لان هم بيقطعوا. cut down يعني يقطع more trees. يبقى ده تنبؤ قائم على ادلة. يبقى are going to damage هيتلفوا او هيدمروا الغابات. We have agreed where and when. احنا اتفقنا وكنا قعدنا واتفقنا. يبقى ناقشنا. يبقى ده مقابلات اجتماعية واعدادات مسبقة. يبقى ده مضارع مستمر. We have agreed where and when to meet. We at the club tonight as arranged. الله شايف arranged هو بيأكدها كمان انها مضارع مستمر. يبقى are meeting. The sky is clear. وعطوع في الفخ ده. السماء صافية. I think it. يبقى أنا جايب دليل. السماء صافية. مستر مش أنت قلت لنا مع I think بناخد she going to. لا مع I think تنبؤ بدون دليل أنا مع will. I think تنبؤ بدليل واضح أنا مع going to. يبقى the sky is clear I think it's going to rain. أعتقد أن الجو هيمطر ولا is not going to rain. طب انا شفت بقى مستر ازاي السماء فاضيه واضحه اعتقد انها هتمطر. ما انت لازما ما تقعش في الفخ اللي انا وقعت فيه. انا قلت هنا السماء صافيه يبقى ده دليل واضح. يبقى going to rain ده لو قال لك the sky is dark يبقى دي غلط. السماء صافيه يبقى ما فيش علامات للغيوم. يبقى it's not going to rain. اوعى تقع في الفخ. the sky is too dark. السماء سوداء جدا. I a for a walk. Won't be going ولا won't have gone ولا I'm not going to go. ما تجيش تقول لي ده دليل السماء سوداء فأنا مش هخرج. لا هو بيقول السماء سوداء أنا مش هخرج. ده قرار سريع. Won't go. The year 2025 بحلول عام 2025 سنة 25 دي هتبقى the 400th universe anniversary ذكرى السنوية founding of the university. founding يعني تأسيس. خلي عند بالك في كلمة found يؤسس. كلمة found يؤسس والماضي منها founded. خلي بالك find لوحدها كده يجد والماضي found وجد.
لكن في found ده فعل مضارع الماضي منه founded دي يؤسس لكن دي يجد ففي founding تأسيس فدي هتبقى السنة دي هتبقى ذكرى معينة للذكرى السنوية لتأسيس الجامعة يبقى will be I am determined أنا مصمم وعاقد النية determined I A and succeed you will see يبقى مش I'm trying أنا بحاول ولا do try هي I shall try shall هنا بتوحي بالتصميم We want to have finished الله الساعات بتاخد حرف الجرآت يا خيبان يا اللي مش نافع 7 PM We want to have finished ده مستقبل تام يبقى by 7 o'clock tomorrow I will have finished by next Friday by next Monday by 6 o'clock tomorrow I will have finished يبقى في ساعة وفي مستقبل تام يبقى باي مش قاد You up all of these toys right now هتشيل الحاجات دي دلوقتي The room is a mess الأوضة كلها فوضى يبقى you will pick ده تهديد شيل ياد Our school part in the sports competition next year اوعى تقول لي تيكس وتقول لي ده جدول ميعاد ثابت لا مش صح انا اقول لك اور سكول ها الحصه الاولانيه فيها اور فيرست ليسون بيجينز مثلا لكن هنا انا بقول اور سكول بارت ان ذا سبورتس كومبيتيشن نيكست يير يبقى از تيكينج لان ده مخطط له هت ايه هتشارك في المنافسه الرياضيه مضارع مستمر نيكست 59 طبعا بيقول لي نيكست ها نيكست مانث اي فور ذا كومباني فور 6 ييرز الشهر الجاي انا هكون اشتغلت في الشركة دي لمدة 5 سنين او 6 سنين يبقى مش will be working هكون بشتغل فيها لمدة 5 سنين هيكونوا اكتملوا ولا I am going to لسه هشتغل ولا will work هي will have worked next month الشهر الجاي هكون اكتمل الحاجة دي وخلصت وبقالي 6 سنين mother the house work between 10 a.m. and 10 p.m. tomorrow يبقى جايب لك وقت هيستمر فيه الحدث يبقى mother مش is doing طبعا مش هتبقى is doing طبعا هتبقى will be doing مستقبل مستمر مش will be ولا will have done ولا is doing in 2030 بحلول عام 2030 a teacher for 20 years هكون اشتغلت بقالي مدرس لمدة 10 سنين يبقى will have been او 20 سنة هكون بقيت مدرس لمدة 20 سنة مش I'm going to be لا هكون اشتغلت مدة 20 سنة مستقبل تام يبقى العشرين سنة هيكونوا اكتملوا في التدريس طبعا انا هكون اكتملت 27 سنة في التدريس بسنة اللي السنة الاخيرة دي اخر سنة I want to be able to talk to you all the day tomorrow مش قادر اكلمك من بكرة طول اليوم because I my homework لاني هكون بعمل واجب في هذا الوقت يبقى انا باكد لك على وقت فيه انا مش هقدر اكلمك فيه بكره ليه because my homework يبقى مش would be doing ولا will have done هكون خلصت انا كنت خلصت كنت اقدر اقابلك يبقى will be doing هكون بعمل الواجب في الوقت ده I have made my mind انا قررت كونه بيقول I have made my mind يعني انا decided to spend the weekend in my village spend the weekend there يبقى طبعا ده يا باشا أنا واخد قرار بكده طبعا مش may ولا was going to ولا will هي الإجابة I'm going to spend لأن أما أقول I have made my mind يعني أنا قررت يعني decided دكتور أفيفي married next Sunday مش will get married ولا will have got طبعا is going to get الأفضل is getting لأنه مرتب لده وطبعا المقابلات الاجتماعية والمناسبات الاجتماعية المضارع المستمر هو اللي يستخدم فيها يبقى is getting married سيتزوج هذا الرجل وأكيد صفحة 111 في الواجب اللي هي فاضل جملة بتأكد بس إنها 65 ولا 64 دي آخر جملة طبعا الجملة الأخيرة tomorrow a football match with my friend I have phoned him أنا اتصلت به ورتبت معه كل حاجة خلي بالك الجملة دي ان انا ممكن اقول I will be watching على فكرة وممكن اقول I'm watching طب الافضل يبقى المضارع المستمر هنا بكرة I am watching a football match يبقى انا رتبت كل حاجة معاه وجهزت كل حاجة لان اتصلت بيه وانا شايف ان will be watching مستقبل مستمر ممكن تمشي في هذه الجملة انا هقابله وهنكون بتفرج معاه بس my friend انا اتصلت بيه I am watching خلينا في المضارع المستمر لأن المقابلات الاجتماعية والترتيبات يستخدم فيها المضارع المستمر وبرضو المستقبل المستمر
انا شايف انها تمشي، بس خليها درجة تانية بقى. دي الاجابة الاولى، I'm watching. What time your plane takes off؟ الصفحة اللي بعدها عشان نتأكد من بعض الايه الترقيمات. What time your plane take off؟ احنا قلنا جداول المواعيد الثابتة زي الطيارات، ومعلش بقى الصوت يا جماعة، وزابلين الطيارات والامتحانات والحاجات دي، المفروض انها takes off، ستقلع، تمام؟ عشان اعرفك جاي ازاي. ده present simple. البريزنت سيمبل لما نسال على جداول المواعيد بتاعته بنسال بايه؟ بيدو يا داز. يبقى وات تايم داز يور بلين تيك اوف، يبقى داز، مش هقول ويل. ليه؟ لان جداول المواعيد الثابته اقلاع الطائرات وهبوطها، ده المضارع البسيط. الي هاز ان ابوينتمنت وذ ا دنتست، عنده ميعاد مع الدكتور الاسنان. هي ا دكتور نيكست مانداي، طبعا ده ميعاد يعني اتصل يعني حجز يعني اكد على الحجز يعني السينج. وما تجيش تقول لي يا مستر مش انت قلت لنا فيرب الفعل سي ما يجيش في الازمنه المستمره؟ لا، الفعل سي ما يجيش في الازمنه المستمره لو انا ها شايفك دلوقتي، اقول لك اي ام سينج يو، يبقى سي لما تيجي بمعنى يرى ما تجيش في الاستمرار. لكن لما اقول اي ام سينج ماي دنتست، يعني انا اشوف دكتور السنان بتاعي، لا يعني انا هقابله، يبقى انا مجهز لده. يبقى الفعل سي لو جاي بمعنى يقابل ياتي في الاستمرار عادي. A lot of people are waiting for the museum to open. دليل اهو، بيقول لك خلي بالك في ناس كتيرة مستنية المتحف يفتح. It busy there today، الجو هناك طبعا هيبقى مشغول وهيبقى فيه ازدحام، يبقى is going to be، لان ده دليل واضح كونه في ناس منتظرة كتير، فالامور هتبقى صعبة جوه. Don't worry your، ما تقلقش، تليفونك by tomorrow morning، بحلول غدا. يبقى التليفون بتاعك هيتصلح، مش will have fixed، يبقى will have been fixed، هيكون اتصلح بحلول ها tomorrow morning، هيكون الحاجة خلصت، يعني مستقبل تام هيكون الحاجة اتصلحت. I think more desert land، أعتقد أن العديد من صحراء الأراضي الصحراوية بحلول عام 2030، 2030. خلي بالك ده صيغة باسف طبعا، يبقى more desert land will have been reclaimed، هتكون استصلحت، مش will reclaim، هتستصلح. الصيغ دي صيغ الباسف زي ما قلنا. In the future، في المستقبل، most of our work، معظم شغلنا by machines، هيتعمل بواسطة مين؟ الآلات، مش will be doing لأن ده مستقبل مستمر، ولا has been done لأن بيقول لك في المستقبل، ولا will be done، مش will do طبعا، هتبقى will be done، هيتعمل في المستقبل. In the future، لأن المستقبل العادي بيبقى will زائد be زائد تصريف ثالث، لكن المستقبل التام will أو shall زائد have زائد been. In the near future، company think that simple operations by robots، في المستقبل الشركات بتعتقد ان العمليات البسيطة هتكون ايه بقى؟ اتعملت بواسطة الروبوتس، يبقى will be done، هتتعمل في المستقبل، will be done، مش will be doing، ولا will do، ولا will have done. A new bridge here by the government، خلي بالك بقول لك ايه؟ by the end of this year، بنهاية هذه السنة، يبقى ده مستقبل تام، يبقى new bridge will have been built، هيكون بنية في المستقبل، will have been built. By 2040، بحلول عام 2040، we hope that oil replaced، هيكون بقى ايه؟ استبدل بواسطة الكلين انرجي، يبقى will have been replaced، هيكون استبدل، لأن بقول لك بحلول عام 2040 يبقى ده مستقبل تام. نعتقد ان البترول will have been replaced، استبدل بالكنين انرجي، بالطاقة الحديثة. اوعى تقع في الفخ في اللي جاي دي، بيقول لك I hope، انا أأمل وما فيش فاعل، an army officer، ضابط في الجيش، when I grow up، لما اكبر، مش I hope will be، لو قلت I hope I يبقى will be، اجابتك صح، لكن ما فيش فاعل بعد hope يبقى بعدها to زائد المصدر، يبقى I hope to be. Don't pick up that phone، اوعى ترد على التليفون، تمام؟ ده مش قرار سريع، اوعى ترد على التليفون، انا اللي هرد، يبقى انا واخد النية ان انا ارد ومجهز، يبقى I'm going to answer. He is going to visit us، هو هيزورنا next week، this means that، كونه بيقول going to، يبقى شوف بقى الصيغة دي بتيجي مع مين، this means that next week. He has arranged، هو رتب لده، he has planned، arranged دي انت عارف بتيجي مع مين؟ مع المضارع المستمر. He has planned to visit us، هو خطط لده. He has prepared، جهز لده.
he had thought of sitting. طبعا كونه بيقول is going to visit، يبقى الصيغه دي ما تجيش مع الارينجمنت ولا البريبيرد، هي بتيجي مع has planned، انه خطط لده. احنا قلنا كلمه going to am is are that، going to am is are that، going to that مصدر، بتيجي مع plan يخطط، decide يقرر، intend ينوي. فعندك هنا بيقول لك يبقى he has planned، اللي هي جايه من plan اللي هي خطه او يخطط. There is a train في قطر هوت at 6 o'clock tomorrow. I hope I will catch it. خلي بالك هتقع في الفخ وتقول there is a train leaves. غلط. الحتة دي مهمة جدا وعايز اشرحها لك بالتفصيل. يعني ايه يا عم نادر؟ لما اقول لك the train القطر بتاعي leaves at 6 a.m. tomorrow ماشي. ده كلام جميل جدا. لما اقول the train خلي بالكم من الحوار ده. لما اقول لك the train او my train leaves سيغادر at 5 p.m. tomorrow، مفيش اي مشكلة في هذا الحوار، ان كلمة tomorrow موجودة اهي وليفز اهي، ده جدول مواعيد ثابت. لكن اما اقول لك there is a train، يوجد قطار، يبقى انا بخص قطار معين. شوف بقى الجملة دي كانت اصلا كده which leaves، دي انت خدتها السنة اللي فاتت متى يحذف ضمير الوصل، وهتاخدها السنة دي برضو في حذف ضمير الوصل. احنا ممكن نحذف ضمير الوصل اللي هو ويتش يا بنات وشباب، ونقول there is a train في قطار، ونضيف للفعل ده ing يبقى leaving. ودي التركية هنا بقى، there is a train يبقى انا بخصص قطر معين leaving at كذا، ان هي كانت which leaves، فانا حذفت ضمير الوصل وضفت الفعل ing. يبقى الصح ان انا اقول ايه بقى؟ خلي بالك في الجمله دي كده، there is a train مش leaves at 6 o'clock tomorrow I hope I will catch it، لا there is a train leaving at 6 o'clock tomorrow، هيغادر الساعه ها 6 بكره I hope I will catch it، دي which leaves وخليناها leaving لان فيها تركه. He is visiting us next week، هو هيزورنا الاسبوع الجاي. He is visiting us next week، this means that next week. He is visiting، خلي بالك كونه بيقول visiting يبقى ده مضارع مستمر، يبقى هو رتب لده، يبقى he has arranged to visit us. خلي بالك المضارع المستمر am و is و are زائد الفيرب بلس ing، ده المضارع المستمر اللي هو بيجي مع مين بقى؟ مع الارينجمنت. رتبت لده arranged، يبقى كونه بيقول arranged is visiting يبقى ده مضارع مستمر، يبقى بيأكد على الايه؟ الترتيبات يا صديقي. طبعا وصلنا للجزء ده، فاضل الجزء الثاني اللي هو بتاع الكونكتورز اللي هم ادوات الربط اللي تتبع بالبريزنت سيمبل والبريزنت بيرفكت، والناحيه الثانيه الفيوتشر اللي هم افتر واز سون از وين وباي ذا تايم. معلش بقى انا ما نجيب الصفحة. يلا يا عم الحاج، يلا قبل الصوت ما يروح. اهو I will inform، he will inform us، هو هيخبرنا بالحوار ده. after he، عايزك تبص في الجمل هنا، ادي after he، ادي will inform، الناحية التانية في مستقبل اهو. قلنا ادوات الربط الزمنيه افتر وبفور وتل وانتل وباي ذا تايم، وكل ادوات الربط وذا داي وونس وذا مومنت، هيجي بعديهم مضارع بسيط او مضارع تام لو الحدث الثاني مستقبل. هي ويل انفورم اس اوف ذا نيو ديت افتر هي، ها فين بقى نيو؟ ده ماضي ولا ويل نو؟ وكاريتا كمان ويل نو، ده ويل نيو كمان، ويل وبعدها فعل في الماضي، ولا هاد نون؟ لا افتر هتقول يجي بعدها ماضي تام، لو كان جاي قبلها ماضي بسيط يا باشا، يبقى هي انفورمد اس اوف ذا نيوز افتر هي هاد نون، لكن هو هيقول لنا مجرد ما يعرف، يبقى افتر هي نوز او افتر هي هاز نون لو مضارع تام كان موجود صح. I be able to write the report until I have done the research. هنا بقى until اهي جاي بعدها مضارع تام اهو، انا عارف ان انت حمار رحت اخترت I wasn't able to أو I didn't be. أولاً ما ينفعوش الاثنين لأن جاي بعد until مضارع تام أهو مش ماضي تام.
يبقى until I have done the ايه the research يبقى I want to be able to يبقى قبلها مستقبل مش هبقى قادر ان انا اكتب التقرير حتى انتهي من البحث. Don't worry ما تقلقش. I didn't leave until you feel better. لا مش didn't ابدا. I won't leave ما تقلقش انا مش همشي الا ما تتحسن. until اللي بعدها مضارع بسيط اهو يبقى الناحيه الثانيه مستقبل. وبرضه ما ينفعش اقول له ما تقلقش I will leave انا هغادر لحد ما تتحسن. لا ما تخافش انا مش هغادر الا ما ايه تتحسن. once ادي اداه الربط once اللي هي لحظه اهي. once he the research البحث he will start writing the report يبقى once الناحيه الثانيه مستقبل او will start يبقى هنا يا مضارع بسيط يا مضارع مستمر. مضارع بسيط قصدي يا مضارع تام. مش has been doing ولا will do ما يجيش بعدها مستقبل. هي has done مضارع تام اهو. لحظة ما يخلص هيبقى ايه هيبدأ. I will keep working hard انا هستمر ان انا اشتغل بجد. until I لحد ما اجتاز الامتحان. اظن ما ينفعش اقول until I will pass قلنا ما يجيش بعدهم will ولا had passed مش هيجي بعد until ماضي وفي هناك مستقبل. ولا ما ينفعش I passes I pass مضارع بسيط وممكن نقول until I have passed مضارع تام. don't worry ما تقلقش. once لحظة I A of the exam results ان انا تجي لي نتائج الامتحانات او I will tell you هقول لك. once I have informed انا اللي بلغت ولا once I was informed بلغت في الباسيف ولا I have been informed الصيغه صيغه باسيف. ما تجيش تقول يا مستر ما انت قلت لنا once يجي بعدها مضارع تام يبقى once I have for once I have informed. once I have informed مين of the exam فين المفعول هنا؟ هو بيقول لحظه لما ابلغ بالنتيجه هبلغها لكم. يبقى خلي بالك التركيه هنا ان دي باسيف يبقى don't worry once I have been informed of the exam result I will tell you. لحظه لما ابلغ بنتيجه هبلغها لكم. When we enough information we will tell you. لما جينا معلومات هنقول لكم. يبقى when هنا شرحتها لك في حصه المراجعه وقلت لك ان when زيهم كلهم ادوات الربط كلهم يجي الناحيه الثانيه مستقبل يبقى بعدهم مضارع تام او مضارع بسيط. فين المضارع البسيط هنا؟ have. have هنا مضارع بسيط على فكره. لما جينا معلومات هنبلغكم. once I a making the cake I will give you. ولا اهي مستقبل يبقى once يجي بعدها مضارع بسيط او مضارع تام مش يجي بعدها مستقبل ابدا will finish ولا had finished هي have finished. وطبعا ما ينفعش اقول will be finishing مستقبل مستمر. هي once I have finished او once I finish يا مضارع بسيط يا مضارع تام عمالين نقول اهو لو الحدث الثاني مستقبل. never quit a job ما تسيبش وظيفه ابدا. you have till you another one الا ما تلاقي واحده ما تقولش until you will find الخطا الشائع ولا will have found مضارع بسيط او مضارع تام. found يا مستر لا دي ماضي يا باشا دي معنى يجد الماضي منها found وجد هي have found يا اما till you have found يا اما till you find يا مضارع بسيط يا مضارع تام. normal people الناس العاديه won't travel مش هتسافر في الفضاء until it less expensive الا ما يصبح ها less expensive اقل في السعر. ما تقوليش will become وتقع في الفخ وتقول ما احنا بنقول لما يبقى رخيص. ادوات الربط ما يجيش بعدها مستقبل. ادوات الربط بقول تاني وصوتي بيروح اهوت يا مضارع بسيط يا مضارع تام يبقى until it has become يا اما it becomes يا has become يا اما it becomes. ما تنفعش become طبعا لان لازم نقس مع it عشان نجيبها بكم ما تقوليش دي مضارع كانت هتبقى صح لو حطينا اس هنا. once you your homework will you tidy your room please لحظه لما تخلص واجبك صيغه امر بقى ممكن حضرتك ترتب اوضتك لو سمحت. يبقى once ما تجيش تقولي تمشي يا مستر once you finishes التي لا يو ما نجيش معاه اس. once you have finished مضارع تام بعد اهو يا اما once you finish finish. when I the experiments التجارب we will collect all the results هنجمع كل النتائج. مجرد ما نعمل او لما نعمل التجارب هنجمع النتائج. يبقى when I have done مضارع تام لان الناحيه الثانيه مستقبل ما يجيش بعد when. وما ينفعش اقول when I has done عيب عليك تاخد مع I has ولا when I does تقول لي ما هي صح does ما هو مضارع بسيط I تاخد does ازاي يا ابني لو كانت do كانت تمشي صح يا ابني. I have connected to the internet
I will download some new songs as I have connected. ولا لحظة لما اتصل بالنت هعمل داونلود؟ يبقى الإجابة once، لحظة، مش before ولا till ولا as. Once لحظة the research I will start writing the report. Once لما خلص التقرير، قصدي لما خلص البحث هبدأ كتابة التقرير، يبقى once I have done. وعلى فكرة ممكن تقول once I do، مضارع بسيط أو مضارع تام، مش I am doing ده مضارع مستمر، ولا will do مستقبل، ولا had done ما إيه ماضي تام. Don't worry، ما تقلقش. I won't leave، أنا مش هغادر. Until you، ها، لما توصل. توصل يبقى will arrive يا مستر، حمار بيحل، ما يجيش بعد until، أدوات الربط مستقبل. Until you have arrived، في حل تاني مين شاطر يقوله؟ Until you arrive، يا مضارع تام يا مضارع بسيط. After I have studied، بعد ما ذاكر. I ate TV، يبقى will watch، هتفرج على التلفزيون. في واحد يقول لي طب ما تنفع going to، لو كان قال I am going to كانت صح، يبقى مش موجودة am. خلي بالك لو قلت after I had studied I watched، هيبقى ماضي بسيط هنا، حدثين حدثوا في الماضي، حدث سبق حدث، الاول ماضي تام والثاني ماضي بسيط. لكن after و as soon as و by the time و till و until كلهم بعدهم مضارع تام او مضارع بسيط، والحدث الثاني مستقبل يبقى will watch. يبقى دي بعد ما هتفرج، مش بعد ما اتفرجت. My brother will go to the park، اخويا هيروح للجنينة. When he his homework، finish يا مستر مضارع، ما فيش اي اس احمر فعل هي، ولا ويل فينش ما يجيش بعد وين مستقبل، وما يجيش بعدها ماضي تام، والناحيه الثانيه في مستقبل. ويل جو يبقى فينشز، ولو كانت هاز فينشد كانت صح، مضارع تام. When I have fixed my computer، لما هصلح الكمبيوتر. I aid you with your research، هساعدك في البحث بتاعك، مش will be helping، هكون بساعدك انا لحظه ما اخلص هساعدك. I going to، فين am كانت تمشي. I will have helped، هكون ساعدتك، مستقبل تام هكون ساعدتك. لما خلص الكمبيوتر بتاعي وصلحه هساعدك، يبقى لسه مستقبل هيبدا، يبقى will help مش will have helped. The moment you، لحظه لما توصل المطار. I will be waiting for you، هتلاقيني مستنيك. The moment you will arrive، مستحيل يجي بعد ادوات الربط مستقبل، ولا will be arriving ولا مضارع مستمر، هي the moment you have arrived، مضارع تام اهو. وممكن اقول the moment you arrive، يا مضارع بسيط يا مضارع تام، باكد لو الحدث الثاني مستقبل. When you school، will you join university. When you، انت لما هتغادر المدرسه هتلتحق بالجامعه. When you leaves، عمر يوم هتاخد فيها اس. ولا when will you leave، ما ينفعش اجيب بعد اداه الربط will. ولا when you left، والناحيه الثانيه مستقبل، لا، يبقى when you leave مضارع بسيط اهو يا باشا، مضارع بسيط، وده مضارع بسيط. هتقول لي ما الاثنين مضارع بسيط، بس يوم ما بتاخدش اس في الفعل. ليف لان الفعل من غير الاس، لان يو تاخذ الفعل في المصدر دون اس. I want to buy a car، استنى بقى. I want to buy a car، انا مش هشتري عربيه. Until I a saw a lot of money، مش will save، احنا متفقين ادوات الربط ما فيش بعدها will. ولا had saved ماضي تام، لان هنا الناحيه الثانيه want مستقبل، يبقى ولا ماضي بعد until ماضي، وفي ناحية تانية مستقبل، يبقى I until I have saved، يا إما until I save، مضارع بسيط يا مضارع تام. I طبعا 22 هنخلص اهو بقى، لأن تعبت وصوت راح والله العظيم. I there for you، don't worry man، ما تقلقش أنا هستناك، يبقى ده promise. I will be there for you، don't worry man، don't worry، ما تقلقش هستناك. I will be there، هبقى هناك. To Canada tomorrow، yes I have got the ticket and the visa، كونه جاب التذكرة والفيزا، يبقى هو راجل عدى لهذا الشيء، بقى يبقى you are you traveling، يعني ممكن أقول are you going to travel، فين are you going to، فين to، are you going to travel، no man. For the next year، للسنين اللي جايه القادمه دي، احمد on an engineering project، هيعمل في مشروع هندسي in Alexandria. يبقى for the next year، للسنين اللي جايه هيكون بيعمل في هذا المشروع، يبقى will be working، مش هيكون will have worked اشتغل وخلص، لا،
ولا was working ماضي مستمر ولا had been working ماضي تام مستمر. Safe and I is a final match at the stadium tomorrow. I wonder if you could join us. ولا أنا وسيف هنشوف الماتش بكرة. جاي تيجي معنا؟ يبقى دول مجهزين وعاملين وشاروا التذاكر وجهزوا كل حاجة. يبقى safe and I are watching the final match at the stadium tomorrow. I wonder if you could join us. يعني ولا احنا رايحين استاد تيجي معنا؟ يبقى مش رايحين استاد ماشي مش رايحين استاد يبقى معاهم تذاكر ومجهزين كل حاجه. واتش اوت خلي بالك ذكر يو يبقى انا شايف شيء على وشك يحدث يبقى ذكر از جوينج تو هيت يو مان واتش اوت ذا سبايدر از جوينج تو بايت يو اي كانت ميت يو تونايت مش هقدر اقابلك النهارده معلش ليه؟ بيكوز اي اي ماي براذر ات ذا ايربورت هقابل والدي ولا هقابل اخويا قصدي ماي براذر ات ذا ايربورت يبقى ام ميتنج مضارع مستمر ترتيب تم اعداد له مسبق اي هاف انرولد اون ان انجلش كورس انا سجلت في كورس انجليزيات ات اي اون ساندي نيكست ويك يبقى ده جدول موعد ثابت يبقى ستارتس بريزنت سامبل ان ذا نيكست ويك راديو بروجرام وي تو ا فيموس ساينتست في الأسبوع الجاي يا جماعة في البرنامج هنتكلم مع عالم مشهور يبقى will be talking in a few years time خلال سنوات قليلة I think that all my friends at university will studying will وبعضها نجي ازاي مش فاهم وعندنا my friends going to من غير R كده ولا verb to be قبليها ده ايه الهبل ده all my friends is all my friends تبقى is ازاي سبحان الله friends تاخد is هبل وعبط يبقى will be studying هيكونوا بيدرسوا في الجامعة زيك إن شاء الله كده تكون بتدرس at the end of the month at the end of this month في نهاية الشهر ده they in their house for one year هيكونوا قاعدين في البيت بتاعهم كده لمدة سنة يبقى الحدث هيكون اكتمل مش are being ولا are going to be هي will have been هيكونوا في البيت دول بقالهم كم سنة one سنة سنة واحدة يعني He's sick for 6 days tomorrow. هو كده هيبقى تعبان بقاله والله بكرة كده يبقى أنا تميت 5 أيام أو 6 أيام وأنا تعبان وصوتي رايح. يبقى will have been. كده هيبقى تعبان بقاله 5 أيام بحلول بكرة يبقى will have been. I can't come to the sports club next week because I ate to Aswan. أنا مش هقدر أجي يا جماعة. معاكم النادي لان هكون مسافر لاسوان في الوقت ده ويل بي ترافل ده بس خلي بالك ويل ما فيش بعضها ان جي كده ده انجليزي لا ويل بي ترافلنج هكون مسافر لاسوان في الوقت ده مش ويل ترافل لاني هكون مسافر ومجهز لك ده I can't come to the sports club next week because I will be traveling to Aswan لأكني هكون مسافر لأسوان في هذا الوقت They a new factory in this area by the end of 2030 بحلول عام 2030 يبقى ده مستقبل مستمر يبقى will have built a new factory the new station المحطة الجديدة دي by the prime minister بواسطة رئيس الوزراء next week الاسبوع الجاي مش opened لا is being opened ستفتتح لان ده شيء ترتب له من زمان مش will be opened لان ما ينفعش ده مش قرارات سريعه ولا will open هي is being opened لان ده يوحي بالتخطيط المسبق والايه والاعدادات اللي هي arranged at 5 o'clock tomorrow she on a train to Alex في الساعة 5 بكرة هي هتكون في القطار متجهة لإسكندرية يبقى will be traveling لأن بأكد وقت في الزمن هو we hope احنا بنأمل that by tomorrow بحلول غدا خلي بالك by tomorrow the situation هيكون يتحسن يبقى will have improved تمام دي يا باشا مستقبل تام لان بيقول by tomorrow I can't meet you this evening مش هقدر اقابلك النهاردة I the shopping يبقى ده ترتيبات يبقى I'm doing مضارع مستمر don't phone me ما تصلش بي الساعة at 8 a.m. صباحا I is a kids to school هكون بوصل العفاريت العيال يعني kids يعني الاطفال will be driving هكون بوصلهم للمدرسة في الوقت ده شايف بتعمل كده good idea فكرة حلوة I have the money hidden in this box until later يبقى I will keep فكرة حلوة أنا هحتفظ بالفلوس ديت مستخبية في الإيه في الصندوق ده I will keep
by the end of by the end of that today by the end of today بنهاية النهاردة أولى four bars of chocolate هتكون كلت أربعة ها يعني قوالب شوكولاتة يبقى will have eaten مستقبل تام لأن بيقول لي by the end of today by the end of the week by the end of the month يبقى أنا بقول بنهاية هذا اليوم I am excited that next door to my best friend from tomorrow أنا فرحان جدا يا جدع إن أنا هبقى عايش في الوقت ده بكرة جنب صاحبي يبقى will be living أنا مبسوط قوي ليه بكرة I'm excited that next door to my best friend tomorrow من بكرة هكون ببدأ أعيش بقى مع صاحبي هكون عايش جنبه will be living مش will have lived هكون عشت وخلصت يعني هتكون مت خلاص خلصت مدة العيش اللي انت تعيشها I want to see you tomorrow أنا عايز أشوفك بكرة all day انت هتبقى بتذاكر طول اليوم يبقى أنا تأكيدا ب all day يبقى أنا في استمرارية يبقى will you be studying We want to be able to live in the deserts. مش هنقدر نعيش في الصحراء خلي بالك. Until هي منورة بس جاب قبل until مستقبل. We want to be able to live in the desert until we eat enough water there. يبقى until we have found أو find. يا مضارع بسيط يا مضارع تام يبقى have found. شوف الجملتين دول هو بيقارن لك بين until اللي قبليها ماضي وانتل اللي قبلها مستقبل يعني بص هنا we want to be able to live on the desert في الصحراء انتل يبقى we have found مضارع تام لكن انا بقول ايه we wouldn't مش هنقدر نعيش wouldn't ما كناش هنقدر في الماضي wouldn't be able to live in the desert until we ate enough water there يبقى had found انتل جاي قبلها ماضي تام اهو لان جاي قبلها wouldn't ماضي ماضي اهو wouldn't الماضي ال wouldn't دي الماضي من want تبقى wouldn't وممكن نقول بقى we weren't اهو ممكن نقول we weren't be able to ما كناش قادرين we weren't be able to كونه جاب هنا weren't او wouldn't ماضي يبقى يجي بعد until ماضي تام لكن جاي قبلها مستقبل منفي يبقى يجي بعدها يا مضارع بسيط يا مضارع تام وهنا انتهت الاسئله بس انا عايز اكد على حاجه بقى كده قبل ما تمشي في الواجب هنا ايه هي عايز اكد على ادوات الربط اللي هي مثلا زي افتر وبفور وتل وانتل كل الادوات دي يا بنات وشباب احنا اتفقنا لو احنا بنتكلم عن حدثين هيحصلوا في المستقبل افتر وبفور باكد تاني اهو وباي ذا تايم خلي بالك من النقطه دي باي ذا تايم واسون از وين وتل وانتل عشان الصوت ده سمعت ان هو بيضايقكم وذا مومنت لحظه وونس كل هذه الكلمات عايزين نتفق لو بنعبر عن حدثين هيحصلوا في المستقبل لسه يجي بعديهم يا مضارع بسيط اللي هو التصريف الاول يا مضارع تام والحدث الثاني قلنا يا بنات وشباب مستقبل وباكد تاني عليه يا مستمر يا بسيط يا تام حسب المعنى يا صيغة الأمر يعني عايز أقول بعد ما أعمل الواجب هنام يبقى after I finish my homework I will sleep أهو بأكد على النقط دي تاني after ده أهم حاجة بقى after I finish after I finish my homework بعد ما اخلص الواجب بتاعي كاما I will sleep هنام اهو يبقى بص الناحيه الثانيه هنا لقيت مستقبل يبقى يجي بعد ادوات الربط ده هنا after او before او till او until او اي ادوات الربط هنا يا مضارع بسيط finish اهو التصريف الاول يا اما have finished والجمله دي معناها بعد ما اخلص الواجب هنام اهو بعد ما هخلص الواجب هنام يبقى دول كام حدث حدثين لسه يحصلوا في المستقبل الحدث الاول اللي انا بعمله الاول مضارع بسيط او مضارع تام واي واحد منهم شغال في الاختيارات صح والناحيه الثانيه مستقبل after I finish my homework I will sleep وممكن الناحيه الثانيه يجي صيغه الامر after you finish بعد ما تخلص كوما كول مي اتصل بيا يا ابني صيغه امر اهو
يبقى لو انا بتكلم عن حدثين لسه يحصلوا في المستقبل، الحدث الاول بيبقى مضارع بسيط او مضارع تام بعد ادوات الربط كلها، افتر بفور وتل وانتل وباي ذا تايم واف وانليس واز سون از وذا مومنت وونس وذا داي، اهو كل دول بريزنت سيمبل يا بريزنت بيرفكت، والناحيه الثانيه فيوتشر او صيغه الامر. طب لو بتكلم بقى عن حدثين حدثوا في الماضي وخدناها في يونت 2 بارت 1 اللي هو الباست ايه باست بيرفكت الماضي التام اللي هو بتكون من هذا تصريف ثالث. قلنا لو هنتكلم عن حدثين هنا بقى، حدثين حدثوا في الماضي واكتملوا، الحدث الاول بيبقى ماضي تام والحدث الثاني بيبقى ماضي بسيط، وهنا بقى افتر هتبقى عكس بفور وليله طويله سيادتك شرحناها بالتفصيل في يونت 2 تمام. افتر ماضي تام ماضي بسيط، بيفور ماضي بسيط ماضي تام، انتل قبلها didn't وبعدها مصدر، وممكن wasn't weren't زائد تصريف ثالث في الباسيف، وممكن ماضي بسيط ما ايه مثبت يدي معنى النفي وبعدها ماضي تام، و افتر ما فيش فاعل بعدها ing، بيفور ما فيش فاعل بعدها ing، وفي having تصريف ثالث، وفي having been وتصريف ثالث باسيف، وفي no sooner than، وفي hardly when، وفي scarcely when اللي هي بتوحي بتتابع حدثين ورا بعض، وات وزنت انتل وات ووز اونلي وين، وبعدهم ماضي تام وبعدهم ذات وبعد كده ماضي بسيط. يعني في فرق لما اقول افتر اللي انا كنت كاتبها من شويه اي فينش ماي هوم ورك اي ويل سليب، وافتر اي شو بقى افتر اي هاد فينيشد، افتر اي هاد فينيشد ماي هوم ورك بعد ما خلصت الواجب كوما I مش sleep مش will sleep لا I slept يبقى نمت. يبقى ده الفيرست اكشن الحدث الاول انا عملته الاول، وده الحدث الثاني اللي هو الماضي البسيط. هات لي before هنا هتقول before ها I slept I had finished my homework تمام. هنا ادوات الربط دي عبرنا عن حدثين حدثوا في الماضي، الحدث الاول ماضي تام والحدث الثاني ماضي بسيط، وهنا بقى هيختلفوا، افتر هتبقى غير بيفور، هتبقى غير انتل، هتبقى غير باي ذا تايم. لكن اللي احنا لسه قايلينه من شويه كلهم بقى افتر وبيفور وتل وانتل وباي ذا تايم، كلهم لو هنعبر عن حدثين يحصلوا في المستقبل كلهم هيجي بعديهم يا مضارع بسيط يا مضارع تام، والحدث الثاني مستقبل. بص بقى لكلمه انتل دي كمان، يعني عايز اقول انا ما نمتش الا لما خلصت الواجب، وعايز اقول انا مش هنام الا لما اخلص الواجب، لما اقول انا ما نمتش الا لما خلصت الواجب يبقى حدثين حدثوا في الماضي، يبقى تتقال كده عشان تبقى فاهم امتى يجي قبلها ماضي بسيط. I didn't اهو I didn't sleep ما نمتش، والجمله دي انا هختم بيها بقى I didn't sleep ما نمتش until I had done my homework، ما نمتش لما عملت الواجب. ده الحدث الاول اللي انا عملته ان انا عملت الواجب، وده الحدث الثاني ان انا ما نمتش الا لما ايه الا لما عملت الواجب. I didn't sleep until I had done my homework يبقى معناها ان انا I finished my homework first then I slept بعد كده نمت. لكن انا عايز اقول انا مش هنام الا لما اعمل واجب. I won't مستقبل اهو بقى I won't sleep مش هنام until I بص بقى have done my homework او until I do my homework. ده مضارع بسيط present simple، وده مضارع تام. في فرق بين الجملتين دول واضح صريح. الجملتين الاولين هنا انا بتكلم ان انا مش هنام، ان الجملة الاولانية انا ما نمتش لما عملت الواجب، الحدثين دول انتهوا، حدثين انتهوا خلصوا. لكن انا هنا بقول ايه انا مش هنام الا لما اعمل الواجب، هنا مضارع تام يا اما مضارع بسيط. لكن ما تجيش تقول لي until I will do، دي تبقى اجابه كارثيه لان ادوات الربط الزمنيه ما يجيش بعدها مستقبل لو انا بتكلم لسه عن حدثين هيحصلوا في المستقبل، بل يجي بعديهم يا مضارع بسيط يا مضارع تام، والناحيه الثانيه مستقبل اهو. لكن لو بتكلم عن حدث تم في الماضي واكتمل قبل حدث اخر، الحدث الاول ماضي تام والحدث الثاني ماضي بسيط بقى قد ياتي مثبت منفي حسب صيغه الجمل اللي انت واخدها مع افتر بفور وتل وانتل اللي خدناها في جرامر يونت 1 يونت 2 بارت 1 اللي كان بيتكلم عن الباست بيرفكت. اشوفكم على خير. طبعا حليت معاكم الواجب بقى، معلش الصوت والتعب، وانتوا اكيد مقدرين الوضع ده. اشوفكم على خير دايما، وان شاء الله حاقين احلامكم. السلام عليكم.
ودي يعني خلاص.